يلا ان شاء الله ما بك شيء. ان شاء الله ان شاء الله ما بك شيء. لا بس لا توقع لي لا توقع لي لا توقع لي. دكتور الله دكتور والله زمبيا 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 يا ابوي زمبيا زمبيا على الشعر باع باع على الشعر يا ابوي الشعر شوف اخ ايوه 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 دكتوره اه عارف هذا اللي قاعد هنا في التحرير والناس قاعده بالبيوت طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طبعا يواصل المتظاهرون توافدهم إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وبقية ساحات الاعتصام في المحافظات تأييدا لثورة تشرين ومطالبها المشروعة. هذا وقد شجبت الأمم المتحدة مواصلة القمع المفرط ضد المتظاهرين واستخدام القوات الحكومية لأسلحة الصيد والرصاص المتشظي ضدهم. خرجت تظاهرات واسعة في محافظات النجف كربلاء وفي الناصرية والبصرة وواسط رفضا لترشيح محمد علاوي لرئاسة الحكومة واستنكارا للقمع الحكومي ومحاولات الطبقة السياسية تسويف مطالب الثورة. طبعا كشف النائب السابق لرئيس الوزراء بهاء الأعرجي بأن محمد توفيق علاوي رشحته جهة دينية عليا في إشارة إلى محمد رضا ابن المرجع علي السيستاني، كما كشف بأن أوامر قتل المتظاهرين تصدر من جهات عليا أعلى من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة. وأضاف الأعرجي بأن هناك شخصيات سياسية لديها صلاحيات أكبر من صلاحيات منصب رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة. نشوف تصريح بهاء الأعرجي في أحد اللقاءات في أحد اللقاءات التلفزيونية ونرجع لكم نشوف المقطع. جاهز؟ لم يأتي وحدي ولا منو رشحه؟ أعطيني واحد رشحه. علاوي رشحت جهة دينية كبرى في العراق وهي من تدعمه الآن وهي من طلبت منه أن لا تشرك المكونات أو الكتل السياسية. نقطة على صدر لا تعقب بعد حتى ما ندخل بمشاكل. أنا ما راح أعقب بس أسأل سؤال بإجابة بسيطة، هي ذات الجهة الدينية التي رشحت عادل عبد المهدي واقترحته على الفتح وسائرون؟ الابن 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 جت من جهات عليا الاوامر من جهات عليا، لا اقول رئيس الوزراء او القائد العام القوات المسلحه، لا بريء من ذلك، لكن من المقربين سيد بهاء منو اعلى من القائد العام للقوات المسلحه؟ اذا مكتبه منو اللي اعلى من القائد العام للقوات المسلحه؟ اليوم شنو اليوم 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 يمكن يكون رئيس كتلة أعلى من 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 رئيس وزراء. رئيس كتلة أعلى من قائد عام. سات عزيزي هاي وعدة. اثنين مرات أنا أشتغل بمكتب رئيس الوزراء. هذا الواقع العملي تقبل به؟ يعني سيد أقول لك سيد رئيس وزراء من دخل التوين قايش تبوا بالعراق رئيس وزراء دخل إلى إلى. إلى استمعنا إلى تصريح بهاء الأعرجي. طبعا إحنا اليوم نتحدث عن نحو
ألف شهيد قتل برصاص القوات الحكومية والميليشيات، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 25 ألف في التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر والمطالبة برحيل العملية السياسية وأحزاب الفاسدة. كلام واضح وصريح. محمد علاوي جاء من قبل كتلة دينية أو شخصية دينية كما وصفها، بعدين قال الابن في إشارة إلى محمد رضا ابن المرجع علي السستاني. معنا اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك خويا؟ يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. أرجوك خلني أكمل فكرتي لو سمحت. تفضل. يا أخي بالنسبة للمرجعية، المرجعية إيرانية والحكومة إيرانية، لكن الإعلام أنا أعتبر على الإعلام إنه ما ينقلون ثورة، ما ينقلون ثورة العراق. صوتي واضح خوي؟ تفضل. ما ينقلون يعني ثورة العراق بالشكل الصحيح. الحين الشعب العراقي ما انتفض على حكومة يبي يغيرها مثل أي شعب، انتفض على احتلال، احتلال مجوسي. المرجع الموجودة في المرجعية هذه كلهم مرتزقة، اللي جاي من أفغانستان واللي جاي من إيران، بعضهم حتى ما يتكلم عربي، وش جابه من ديرته غير الارتزاق؟ لكن اعتقد عنكم اخواني انتم الاعلام يعني النقل ينقلونها وكانها ثوره الشعب، يعني يبي تغيير حكومه، وهذا ترى يكثر على حتى على العشائر، لان العشائر يعني ناس بسيطه. ما لازم يصير واضح من الاحتلال والشعب، وحتى الشعب والله ما تاخر، في ناس يقولون تاخر 17 سنه، الدول حتى تعرف بعد 40 سنه والله ما تاخروا. لكن بس اعتذر على الاعلام، ويعطيك العافيه اخو. الله يعافيك. محمد من السعوديه كان معنا. علي من بغداد، تفضل علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون الصحه؟ يا اهلا بيك علي. من سقوط لحد هسه 2020 كل حكومه ما شكلت قواويل ما يخافون. علي من بغداد انقطع الاتصال، يعني أرجو من المتصلين إذا هو عنده ألفاظ غير مؤدبة وسوقية لا يتصل، يعني خلي يعتبر مثلا أخته أو أمه وأهله قاعدين دا يستمعون إليه، يرضى يعني أهله يسمعون هذا الحكي؟ عيب، ما يصير. طبعا يعقد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي مساء اليوم الاثنين اجتماعا هو الأول من نوعه كما أشارت مصادر صحفية مع قادة الكتل السياسية من مختلف المكونات والقوميات لضمان حصوله على أغلبية برلمانية تصوت له في البرلمان هذا الأسبوع. مقرب من رئيس الوزراء المكلف قال لصحيفة العربي الجديد بأن محمد علاوي وجه دعوة لكل القوى السياسية في العراق من أجل عقد اجتماع معها قبل التوجه إلى مجلس النواب لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة مع البرنامج الحكومي الخاص به، وذلك لغرض حصول على ثقة البرلمان، وهذا دليل على أن حكومة محمد علاوي المرفوضة من المتظاهرين سائرة على خطى المحاصصة وتوزيع المناصب بين الكتل السياسية. معنا اتصال؟ أكو اتصال؟ أبو عبد الله من بلجيكا، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله أنت ذاك يوم طلعت لي باسم حسين، ليش هسه أبو عبد الله؟ مو على بعض الأحيان ما يخلوني أدخل بالمكالمات على مود هذا السبب. منو ما يخليك؟ زين إحنا مو خليناك ذاك اليوم تدخل. أي ذاك اليوم، ولكن بعض الأحيان ما تخلوني والله. شو وقت أنا ما أخليك؟ لا 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 حشاك انت حشاك، اللي ياخذ التليفون لا الكنترول يعني لا ده يدخلك لا، والدليل دخلك لا والله لا وعرفك من صوتك. يلا تفضل يا رجل تفضل. انا ما بكذب. تفضل استاذ عمر. نعم استاذ عمر. نعم اريد فقط اريد تنصفني والمشاهدين ينصفوني كذلك فقط. زين اسالك سؤال، مو اكو 3000 امريكي بالعراق، ايهما اولى يخرجون الايرانيين اولى ولا الامريكان الاولى؟ يعني يبقون لو يمشون؟ ما افتهمت.
لا يمشون يروحون على ديارهم الأمريكان مو الأولى؟ الأولى ما يبقى ولا عنصر أجنبي بالعراق. لا بس شنو بس فرق هذا عن هذا؟ ها أنا أقول لك شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ أنا أقول لك الفرق. نعم. لو لا إيران شو كان صار بالشيعة من الدواعش التوانسة والجزائريين والمغاربة والشيشانيين؟ شو كان؟ لعد وين راحت القوات الحكومية والجيش والشرطة؟ أي قوات؟ والحشد؟ مجيش مو نقول الجيش المالكي، مو نقول الجيش المالكي هذا جيش المالكي صفوي ومجوسي. مو جيش المالكي. مو جيش صفوي ومجوسي. يعني أنت بين قوسين أنت تقول إحنا. انت كشخص طبعا في رايك نعم انه احنا نعم اذا ما تحتلنا ايران العراق ما تمشي اموره هذا اللي لا وين الاحتلال شلون الاحتلال الميليشيات هم او او تمشي يلا مثلا على رايك تمشي هي الامور يا بالعراق يا استاذ عمر بس نعم اسالك سؤال اسالك سؤال انت انت, اللي انت تعرف ايه؟ تعرف شيء اسمه السياده لو ما تعرف بس خلني اكملك لا لا مو تكملت انت سالتني السؤال أي. فانا راح اجاوب على كيفي انا راح انا اشكرك حسين ما ادري ابو عبد الله ما ادري يوميه باسم من بلجيكا الظاهر الاخ ما يعرف شنو السياده السياده انه انت تكون مسيطر على اجواءك واراضيك من خلال قوات وطنيه جيش وشرطه وحرس حدود لا فضل امريكي ولا ايراني ولا اي احد على العراق إذا كان عندنا بلد صاحب سيادة وعندنا حكومة تمثل الشعب العراقي ما تخلي ولا جندي أجنبي بالعراق بس شو تسوي الجماعة لوموا ذولا الأمريكان وغير الأمريكان ما لزموا السلطة من العام 2003 ولغاية الآن ومتشلبين بيهم حتى يبقون بالسلطة هذا الجواب الجماعة ما عندهم سيادة ما يعرفون شنو السيادة بتعبيرها أنت تقول إحنا نبقي الإيرانيين أحسن من الأمريكان لا إحنا ما نريد نبقي أي أحد حتى تكون على معلومة لا أمريكان ولا إيرانيين إذا نريد البلد يبقى بلد مستقل وصاحب سيادة وإذا تتصل مرة ثانية أطلع باسمك الصريح نعم مروان من بغداد فضل مروان السلام عليكم أخي عمر وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله قلبك يا أهلا بك الله يسلمك أخي عمر دول السياسيين جونا من 2003 نعم ما جونا بقلم ولا جونا بعلم جونا حكي عادل ولا بد لا يطلع زين هاي السلميات ما تفيدهم دولة خوش زين وتحياتنا لقناتكم زين نعم. وانا اشكرك استاذ عمر شكرا مروان من بغداد رياض من امريكا تفضل رياض السلام عليكم اخ عمر وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لك يا اخ عمر وتحياتي لقناتكم البطلة والمجاهدة يا هلا والطاقم قناة الراشدين اهلا وسهلا لا حول ولا قوة يعني الا بالله كنا جينا من المنظمات الدولية نعم يا نعم اخي رياض تفضل رياض انقطع الاتصال مع رياض من امريكا طبعا مثل ما اشرنا بانه رئيس الحكومه المكلف محمد علاوي اليوم عنده اجتماع مع الكتل السياسيه للحصول على مباركتها وموافقتها على الكابينه الوزاريه التي سوف من المفترض انه تعرض الاسبوع القادم على البرلمان. نرجع على موضوع التظاهرات اليوم بعثه الامم المتحده في العراق نددت باستخدام القوات الحكوميه اسلحه الصيد ضد المتظاهرين في ساحل التحرير ببغداد ومثل ما شفنا مقاطع في بدايه الحلقه حذرت المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاساخارت من استمرار نمط استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأكدت بوجود جماعات مسلحة ذات ولاءات غير واضحة يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم أصيب 7 متظاهرين قرب ساحة التحرير وسط بغداد بجروح وحالات اختناق جراء استهدافهم بقنابل الغاز المحرمة دوليا من قبل القوات الحكومية وميليشياتها في محاولة لفض الاعتصامات في الساحات ناشطون مدنيون قالوا بأن قوات مكافحة الشغب استهدفت المتظاهرين بعد ظهر اليوم قرب ساحة التحرير واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي يشار إلى أن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أكد في وقت سابق استخدام القوات الحكومية القنابل الدخانية وطلقات الصدشم كما معروفة في العراق ضد متظاهري ساحة التحرير ما أدى إلى سقوط جرحى لم يعرف
عددهم لغاية الآن. يعني اليوم كان هناك عدد 7 بس الإجمالي من هذه الإصابات ليست هناك إحصائية شاملة لهم. مثل ما شاهدنا وأشرنا في بداية الحلقة أصيب متظاهرون من جراء هجوم جديد شنته القوات الحكومية مدعومة بالميليشيات على المتظاهرين قرب ساحة الخلاني ببغداد. أظهرت لقطات مصورة اختناق عدد من المتظاهرين بعد إطلاق كثيف لقنابل الغاز من قوات مكافحة الشغب عليهم قرب الساحة. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تصعيد حكومي على المتظاهرين في أو قرب ساحتي التحرير والخلاني بعد مهاجمتهم بقنابل غاز محرمة دوليا. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في وقت سابق من خطورة استخدام هذا النوع من الأسلحة ضد المتظاهرين لما يخلفه من آثار سلبية بالغة يصعب علاجها وقد يسبب عاهات دائمة وتشوهات في الجسد. طبعا طالب متظاهرو ساحة الخلاني والتحرير في بغداد المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم من الهجمات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل القوات الحكومية والميليشيات. وأكد المتظاهرون بأنه إلى جانب قنابل الغاز المحرمة دوليا التي تستخدمها قوات الشغب ضدهم نهارا تقوم الميليشيات بمهاجمتهم بالأسلحة النارية والبيضاء ليلا. أكد شهود عيان من داخل ساحات الاعتصام بأن الميليشيات تهاجم المتظاهرين بمختلف الأساليب حتى وصل بهم الحال إلى دس السم في طعام المعتصمين المرابطين في الساحات. نشوف بعض شهادات المتظاهرين في ساحة التحرير ونرجع لكم. أنا بالقرب من إداء الوزارة مال أمانة بغداد الوثبة هو هذا هنا نرمي الحي من قبل قوات الشغب. هذا ما حدث يوم أمس البارحة بالليل وموجود بالساحة طعن بالسلاح الأبيض والكواتم وموجود حتى بالطعام دسون نسف. يعني أكثر من هاي هواي حالات تسمم الباحة صارت بالليل. إحنا الناشد العالم الخيرة الجهاد خلي يوقفونا السلاح الأبيض هسه ناس سلميين سلاح الأبيض الكواتم كل شيء يشتغلون الباحة بالليل. منذ البداية هم واجهوا هذه التظاهرات بروح عدائية وبروح انتقامية على اعتبار أن هم يعتبرون هؤلاء المتظاهرين نحن كأعداء ولسنا كشعب. يعني هم يعني ينظروا لنا كأعداء يعني هم باعتبارهم عصابة وهذه العصابة استولت على كل مقدرات العراق وكل مقدرات البلد ونهبوا كل شيء ودمروا كل شيء. فهم الآن يعني عصابة استولت على مقدرات بلد. نعم معنا اتصال حيدر من ديالة. تفضل حيدر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أستاذ عمر. يا هلا بك. تفضل. حبيت أشكرك على قناتك المفضلة. أهلا بك. أشكر مخرجينك. نعم. البداية. تفضل حيدر. حيدر. حيدر تسمعني؟ فقدنا اتصال مع حيدر. رياض من أمريكا يعاود الاتصال بنا. تفضل رياض. 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 انقطع الاتصال مع رياض. معنا اتصال آخر. أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حياك الله يا أهلا بك. الله يحفظك. تحية لك وتحية القناة الله يحفظك تحية الكادر تحية للشعب العراقي وتحية واحد من المتصلين البارحة يا قاسم كل الاحترام والتقدير يحييني وحيي وحيي الشعب العراقي كل المتصلين من محافظات العراق كلها. أستاذ هو بالنسبة للعراق هو لا يوجد حكومة يوجد عصابات ميليشيات زعماءها إرهابيين متقيدين في قم وطهران يعني مجرمين قتل وإن شاء الله النصر قريب للشعب ونحيي الشعب العراقي ومظاهرات إن شاء الله سوف تسقط هذا النظام عن قريب إن شاء الله وتحيي للشعب العراقي. حياك الله. أبو فيصل من السعودية كان معنا. خليفة من تونس. تفضل خليفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي إن شاء الله بقدرة الله النصر قادم ولكن قطاع الطرق أو السرق عندما يكشفوا مول البيت ولا مول يلزموا يضربوا بالسلاح ويلزموا يعملوا هذوما ناس سرقوا طرق
وناس مندسين من طرف إيران يحبوا البلاد عايشين فيها ويحبوا يأكلوا خيرات وهزها الإيران. وقت الشعب العراقي فاق وتحرك يلزم هم يضربوا بسلاح ويدسوا السم. لكن يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن شاء الله النتيجة قريبة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينصر أخواننا المجاهدين والمرابطين الشباب الأمة، الشباب اللي مثل الأمة كاملة، شباب العراق إن شاء الله هم اللي يدافعوا على الأمة كاملة، وإن شاء الله يزيحوا جماعة الصفويين ويطردوهم الكل، وتبقى إن شاء الله العراق سالمة غانمة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله كل من يكيد لهم كيد يجعل كيده في نحره. نعم شكرا أخي خليفة. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو مصطفى من السويد، تفضل أبو مصطفى. أبو مصطفى تسمعني؟ أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخي، والتحية لقناة الرافدين، وتحية للثوار الأبطال. يا أهلا بك. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما حدث اليوم اللي يصير يا أخي عمر بهالأحداث الأخيرة اللي شاهدها بلدنا العزيز، هذا التاريخ سيكتب سلابات هاي الحكومة، سلابات الأمريكان جابوا لنا إياهم بحكومة العراق، انهارت بها كل الأخلاق والقيم والتعليم والأمراض والمخدرات والأمية، وجعلوا العراق أسوأ بلد بالعالم. هذول اليوم عصابة اليوم بيحكمون البلد. ألو؟ نعم معك مصطفى. أي أخي عمر، فشريد نقول عليهم. أما اللي دا يتصلون أخي عمر، أنه أنت رجل صحفي وإعلامي جيد، أنه لا تهتم لهذولا من يطلع لك من بلجيكا، ترى موجودين بكل العالم، موجودين هذولا ميليشيات تابعة للحكومة، فنقولهم أحسن ما تطلعون، ارجعوا لبلدكم أنتوا، ارجعوا إذا تحبون العراق ارجعوا، وش عندك قاعد بأوروبا؟ إحنا ظلمنا جينا هنا، أنتوا شعلكم زين. وحسبي الله ونعم الوكيل أخي عمر، ما أريد نقول أكثر شيء، والله ينصر المجاهدين والله يثبتهم ويقويهم والبركة بهم إن شاء الله، ونعول على الله وعليهم إن شاء الله. وأشكرك أخي عمر. بالله أنا أشكرك أبو مصطفى من السويد، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو فاطمه من النجف، تفضل ابو فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور عمر. اهلا وسهلا بك.
الحقيقة فيما يتعلق بالتصريح المجرم بهاء الأعرجي الإيرلندي، وهو بالمناسبة ملف عند المالكي، أنه حول 9 مليون دولار إلى أخيه الكندي حازم الأعرجي، وهذا الرجل الذي اغتصب بيت لامرأة كبيرة في السن في الكاظمية معروف، هذا الآن يريد يبين أنه أصبح شريفا. هنالك خلاف بين المقتدى وبين السيستاني في قضية يراد أن المقتدى أن يكون مرجعا في العراق، وهو الآن يتكلم أن هناك جهات يعني عليا هي التي تأمر بقتل المتظاهرين. طيب إذا هو يعني يؤكد هذا الشيء، لماذا لا يعني يخرجون من هذه السائرون أو غير سائر، لماذا لا يخرجون منها؟ إذا قتل شخص واحد بريئا في الدول الديمقراطية يستقيل وزير الداخلية، وزير العدل، وزير كذا كذا، أنتم هؤلاء الكذابون، يعني يقال في هذا صدقنا وهو الكذوب. هذه الشلة المجرمة، هذه الشلة التي يعني ابتلينا بها، يعني أخي عمر، يعني إحنا أدوات إيران ترى مع الأسف الشديد هم يعني من العراقيين. يعني هؤلاء لماذا لا يتوبوا؟ لماذا لا يرجعوا؟ طيب لماذا ما دام قيادة هؤلاء سائرون أو التيار الصدري، يعني هل لا يوجد فيهم رجل يعني رشيد؟ انقلبوا على هؤلاء، انقلبوا على قيادتكم، ادخلوا مع العراقيين، أيهما أحسن؟ هل العراق آمن ومطمئن ويعيش برغد وخيرات فيها أم القتل ولا إلى متى؟ مع الأسف الشديد دكتور عمر، وأشكرك أخي الكريم. شكرا أبو فاطمة من النجف، كان معنا رسالة واتساب يقول السلام عليكم، تحية خاصة إلى جميع المتظاهرين العراقيين، يقول دم الشهداء الأبطال في رقبة جميع المسؤولين ورجال الدين. الرسالة يقول السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل يقول ما بني على باطل فهو باطل. الاحتلال الأمريكي الإيراني العملية السياسية مرفوضة رفضا قاطعا من كل الشعب العراقي، يقول ما ضاع حق وراءه مطالب. وين يروح المطلوب منه؟ يقول لن تذهب سدى هذه الدماء، رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والنصر حليف العراق والعراقيين. رسالة من عماد فيصل من أمريكا يقول تحية لقناة الرافدين الوطنية ولكادرها، يقول الثورة مستمرة وما يدار في مطابخ الفاسدين ما هو إلا هواء في شبك، وتحية لثوار العراق والرحمة لشهداء الثورة. نعم، تحية لقناة الرافدين. السلام عليكم أم علي، تقول من ذي قار أم علي، أيها الثائرون السلميون المطالبون بالوطن، تحية لصمودكم وثباتكم رغم نزع أو رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم ومحاولاتهم الشيطانية والتشويه لحراككم الوطني وتواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين لتزيدهم إصراراً، وستنزع آخر الأقنعة عن وجوه السلطة وأجهزتها العاجزة. معنا اتصال أبو علي من السويد، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عمر، سلام تحياتي لك كل الخير للكادر القناة. يا أهلا بك. وللمشاهدين الكرام. يا أهلا. نعم أسمعك أبو علي، تفضل. ما أطول عليك أخ عمر. نعم. بس أريد أقول فتشي جدا مهم، ليش كل البكاء صار للمهندس وللسليماني من إزلام الحشد يعني الكل، وليش ما رجفت عيونهم على دم الشهداء الشباب الخيرة؟ والرئيس الوزراء هو قاعد يدمع للقاسم السليماني وللمهندس، يلي المهندس يقول أتمنى إنه خامنئي يقبلني جندي من جنوده، يعني هو مو عراقي
والسليماني هو مو عراقي. يعني رئيس الوزراء يبكي للإيرانيين والشباب العراقي يلي حذاء الشباب العراقي يسوى روسهم، الروس يلي قاعد بمنطقة الخضراء بالكردي وبالعربي وبالسني وبالمسيحي وبالصائبة وكل اللي قاعد بمنطقة الخضراء حذاء واحد من الشباب الشهداء يسوى روسهم. وتحياتي لك وإن شاء الله النصر للشباب إن شاء الله. أبو علي من السويد كان معنا. رسالة على واتساب من ابن العراق يقول فيها تحياتي، هل تعتقد يقول خيرا من حكومة جاء بها مقتدى والعامري وبتوصية من خامنئي وبمباركة أمريكية لضمان مصالحهم بالعراق حكومة مرفوضة، وسنبقى بالساحات لحين تحقيق مطالبنا بحكومة وطنية مستقلة نزيهة وانتخابات مبكرة ومحاسبة القتلة والفاسدين ابن العراق. نعم، يقول سلام وتحية للثوار أبو حازم من الأحواز. يقول أسعد سمى نفسه والسلام عليكم وياكم، أسعد المحترق قلبه من السويد يقول الإعلام العميل يروج للحكومة عن طريق التحدث ما بعد تشكيل الحكومة، أي ما تعني أن الشعب موافق على محمد علاوي والثاني، ما أعرف ليش الإعلام ما يركز على الأحداث في العراق. نعم، يقول محمود عبد الهادي من مصر يقول السلام عليكم، يقول الحكومة في العراق عايزة إيه؟ الشعب مش عايز الحكومة، المفروض أن الحكومة تسيب الحكم، هي عزبة بتاعة أبوهم، خلص كافي، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول السلام عليكم حبيبي أستاذ، تحية خاصة لكم ولقناتكم الموقرة. حبيبي يقول أريد يوصل صوتنا لهذول الذيول أنه إحنا باقين بالحر والبرد والثلج لحد ما نطلع كل فاسد من بلدنا الحبيب. يعني أنا شوي أكو رسائل طويلة أعتذر عن قراءتها، كذلك أعتذر عن استقبال الاتصالات أو مقاطع الفويز الصوتية البصمات الصوت على الواتساب. عندك أرقام إذا أنت داخل العراق، أكو رقمين موجودة عندك أسفل الشاشة، وإذا أنت خارج العراق أكو أرقام من خارج العراق. طبعا اليوم كذلك أطلقت القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي على المعتصمين في قضاء الرفاعي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المتظاهرون في ذي قار على الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. عندنا اتصال محمد من الناصرية، تفضل محمد. نعم، السلام عليكم استاذ عمار. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، احييكم واحيي برنامجكم. يا هلا بيك. الله يحفظك. الله يسلمك. انا طبعا احيي المتظاهرين، احيي الشباب، احيي الثوره، الانتفاضه، انتفاضه تشرين، احييهم ورحمه على الشهداء ان شاء الله. آمين. والشفاء العاجل للجرحى. نعم، ولا أنسى دور المرأة طبعا العراقية الشريفة المجاهدة العفيفة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرأة الصالحة أفضل من ألف رجل غير صالح. نعم، هذه المرأة جاهدت وأدت وشرفت ساحات التظاهرات بقدمها الطاهر. نعم نعم. وثانيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بكتها بزمانها، كانت قبل خولة بنت الأزور أخذت السيف وذهبت وقلبت الشمال على اليمين واليمين على الشمال، وقبلها يعني طبعا بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هي أم عمارة نسيمة بنت كعب اللي هاي قدمت أولادها وزوجها وقالوا لها ليش أنت قدمت هذه الأولاد والزوج؟ قالت هل محمد بخير؟ هل الإسلام بخير؟ كلهم فداء لمحمد، كلهم فداء للإسلام. وبعدها فاطمة الزهراء كمدت جراح رسول الله، وكمدت جراح علي بن أبي طالب، وبعدها خديجة الكبرى اللي هي تقول كل أموالي فداء لرسول الله.
وجعلت المنادي ينادي كل أموالي تحت تصرف محمد رسول الله. وبعدها زينب الكبرى فخر المخدرات التي هي وقفت بوجه الطاغية يزيد بن معاوية وقالت تحسعيك وكد كيدك وناصف جهدك، فوالله لم تمحي ذكرنا ولا تميت وحينا، أيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادى المنادي ألا نعلة الله على الظالمين. فأنا أحيي المرأة الشريفة الطاهرة الذي شرفت بقدمها أساحة التظاهرات، شرفتها وقدستها بقدمها الطاهر. وأحييكم وأنا أحتضر من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أخي محمد بن الناصرية كان معنا. أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. حياك أخي عمر. الأخ أبو فاطمة من النجف قال إنه المقتدى الصدر يعني ينافس السيستاني على أن يكون مرجع. طيب هو مقتدى يعني مسكين حتى ما يعرف يتكلم، يعني عندما يخرج على وسائل الإعلام فضيحة، يعني كيف يكون هذا مرجع؟ وبعدين عندما نقول سيستاني مرجع، يعني عندما نقول مرجع، احنا مرجعيتنا في الإسلام القرآن كلام الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل في يعني سيستاني لا يطلع لا لوسائل الإعلام الصوتية ولا مرئية ولا أحد يسمع صوته، فأي مرجع هذا؟ لكن لنقول هو مرجع فعلا، طبعا هو عنده مندوب، عنده مكتب، يعني هؤلاء وعبادي وجعفري وكلهم جاءوا بمباركة المرجعية، يعني جاءوا بمباركة مرجعية السيستاني. لكن عندما يحصل أي إخفاقات يخرج مكتب السيستاني يقول المرجعية لا يدعم هؤلاء، فهنا تناقض شديد، فهنا هنا مصيبة وكارثة. يعني الذي فعلوه مثلا حنان فتلاوي تقول نحن جينا كلنا من أجل تقاسم الكعكة، يعني تقاسم الكعكة. ومالكي يعني يقول شخصيا صورة وصوت يقول كلنا فاسدون، ويقرب الفساد وتتعاون مع الغزاة الأمريكان. فهنا على الساحة العراقية من 2003 تبين انهم في تخلف وجهل. هم يعني المرجع عندما يعني امام علي رضي الله عنه يقول امام علي الذي هو مرجعهم ومرجعنا نحن ايضا امام علي فوق راسنا يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، امام علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. طيب هؤلاء مالكي وجعفري وعبادي وعادل عبد المهدي يعني جوعوا الشعب العراقي وقتلوا، فيعني كيف يعني هم يربطون نفسهم عقائديين بالإمام علي وحسين؟ أين فإمام علي في وادي وهؤلاء في وادي آخر يا أخي عمر. فقصدي بالنسبة للمنتسبين من القوات الأمنية والجيش أن نحن كمسلمين هم يعني الناس يرى كل المسؤولين العراقيين في المنطقة الخضراء كلهم خونة ولصوص وجوعوا الشعب العراقي وسرقوا خيراتهم ويقتلوهم. فأي منتسب أمني إذا كان هو مسلم يعتقد في الإسلام، فالذي يعتدي على أي متظاهر يطالب بحقه فليعلم أنه يوم القيامة سوف يحاسب. لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين نصراني في مصر، تعرض إلى اعتداء بسيط عمر بن عاص كان حاكم مصر. إمام عمر يعني القصة طويلة، إمام عمر عاقب والي مصر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا، ينتخب ينصر مسيحي وخليفة أمير والي مصر يعتدي على نصراني ينتخب له. فكيف أي منتسب من القوات الشرطة أو الجيش إذا تعرضوا للمتظاهرين فليعلم أن الله عز وجل يقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم عذابا ضعفا من النار والعذاب لعنة كبيرة. نعم شكرا جزيلا. شكرا أبو عبد الله من لنا كان معنا. صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر. نعم. هناك بيت من الشعر كلنا احنا نعرفه من احنا صغار، قل يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك ذا التعليم. احنا العراقيين نعرف كل زين، عندنا الكثير من العلماء والاساتذه والاختصاصيين في علوم السياسه والاقتصاد،
لماذا لا يشعر أحدهم بالتقصير من أداء خدمة لبلده وأبناء بلده في تولي مسؤولية قيادة العملية السياسية والاقتصادية؟ هل يقتصر دورهم على تولي مسؤولية التدريس فحسب؟ نعم. إحنا اللي نشوفه حاليا ها إنه ترشيح إلى الوظائف الرئاسية يتم من قبل الأحزاب، والأحزاب إحنا كلنا كمواطنين نعرف بانتماءاتهم اللي هي خارج البلد، فلماذا لا يخرج علينا يخرج لدينا أساتذتنا وأكفائنا وعلمائنا العراقيين ويكونون هم السند والسند والظهير لهاي الجماهير اللي دا تنطي شهداء ودا تتحمل الويل يقفون إلى جانب أبناء شعبهم ويتحملون المسؤولية. هذا الشيء هو صعب جدا لأنهم راح يضعون نفسهم في مواجهة هذه الميليشيات وهذه القوى اللي هي مسنودة من الخارج، ولكن شيء هذا لابد من عنده. نعم نعم صباح، هذه الكلمة اللي حبيت أن أوصلها. أنا أشكرك. صباح من بغداد كان معنا رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يا أخ عمر، تحياتي إلى المتظاهرين الأبطال، الله ينصرهم على وأسأل الله أن ينصرهم وبأن النصر قريب. تحياتي إليك وإلى قناة الرافدين. ضياء من قضاء هيت من محافظة الأنبار. رسالة يقول فيها: السلام عليكم أخي عمر، النصر للعراقيين الشرفاء، والخزي والخذلان للحكومة الفاسدة ولذيول إيران، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: أنا حسين أبو حمودي، بس أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: ابن انخطف من ساحة التحرير، شنو ذنبه؟ هو نزل ياخذ حقه، كتلو الله ينتقم من كل ظالم. أخي أبو حسين أبو حمودي، إذا تقدر تخابرنا، عندك الرقم العراقي موجود يمك، ممكن تخابرنا وتطلعنا على التفاصيل، شنو اللي صار مع ابنك؟ هل هو مخطوف فقط أم استشهد؟ نعم. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، يقول: أستاذ، تحية خاصة لك ولقناتكم الموقرة. يقول: أريد يوصل صوتنا لهذول الذيول إنه إحنا باقين. هاي قرناها طبعا، بس وضاف لنا رسالة أخرى. نجي على الرسالة الثانية. يقول: كافي قمع لشبابنا، هم شنو يريدون غير بس وطن مستقل حر بعيد عن الذيول؟ يقول: الله ينصر العراق والعراقيين. بشرة من بغداد. رسالة يقول فيها: نعم. إمام من الدرة تقول: مساء الخير أخي عمر، يعني شنو ما يسمعون المتظاهرين يرفضوهم جملة وتفصيلا ويرشحون ويحضرون كابينة وزارية أصلا هي من رحم العملية السياسية؟ تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة من أبو عمار يقول فيها: السلام عليكم أستاذ عمر. يقول: ابن السستاني فعلا هو من يقود المرجعية، وهو من يستولي على مبالغ الأماكن المقدسة والخمس، وكلام بهاء العرج صحيح بترشيح محمد علاوي لكونه ضعيف الشخصية، لتبقى المرجعية هي من تقود العراق، والشعب ينتظر كل جمعة فتوى من هذه المرجعية. يقول: الرحمة لشهداء العراق. رسالة يقول فيها: أيها الميليشيات، المتظاهر لم يذق لذة العيش فتظاهر سلميا فقتل، هل تعرفون معنى أن يموت المرء قبل أن يعيش؟ أبو أوس من تركيا. أبو حيدر من النجف يقول: السلام عليكم. راح أكتفي بقراءة سطرا من رسالته. يقول: بالنسبة إلى منع المستشفيات من استقبال الجرحى من المتظاهرين، تعتبر جريمة بحق الإنسانية. ندعو كافة أطباء العراق للتظاهر في ساحات التحرير ضد هذه الجريمة البشعة بحق أبناء العراق المصابين، وسنحاسب وزير الصحة ومن أعطى الأوامر لمنع استقبال المصابين في كافة مستشفيات العراق، لأنها وصمة عار عليهم، وهذا دليل بأنهم متآمرين على مع الأحزاب الفاسدة ضد الشعب العراقي. نعم. طبعا اليوم كذلك يعني وصل المئات من متظاهري محافظة
ديالى إلى العاصمة بغداد تضامنا مع المعتصمين في ساحل التحرير بعد حرق قيامهم من قبل ميليشيات الأحزاب الحاكمة. أكد متظاهرو ديالى وقوفهم مع ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد ورفضهم للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا السرايا التابعة للصدر في محاولة لإجهاض الثورة. في الختام طبعا اليوم اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين ثمنت مواقف عدد من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية التي آزرت ودعمت ثورة تشرين، وتقدمت اللجنة بالشكر لعدد من القنوات التلفزيونية ومنها قناة الرافدين على تغطيتها المتميزة لتظاهرات ثورة تشرين. وقالت اللجنة بأنها تأمل من جميع القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية مواصلة مساندة المتظاهرين ونقل الحقائق وعدم الرضوخ لضغوط الحكومة وأحزابها الفاسدة وميليشياتها الإجرامية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.